السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتي داليما كويزين. اليوم رايحة نقدم لكم وصفة مشتركة مع قناة نونو وأفكارها بمناسبة يناير 1970. رايحة نقدم لكم وصفة تقليدية نسموها ثيم قطفت، ونتمنى تنال إعجابكم. قناة نونو وأفكارها رايحة تقدم لكم وصفة تقليدية كسرة بالخليع نسموها ثيم خلعت. هذه واجهة قناتها، نتمنى تزوروها وتشتركوا فيها. والآن مع وصفتنا ثيم قطف. حبيباتي السلام عليكم، كل عام نتوما بخير. إن شاء الله هذه يناير يجيب لكم صحة ولهنا. وش حنقدم لكم إن شاء الله اليوم؟ جبت لكم الوصفة تاع أكلة يناير. عندي هنايا احنا نقولوا تم قطفت المرقه بالدجاج، وكان يديروا القديد، كان ما يديروش كاع اللحم، يديروا غير شويه الشحمه. انا بدلت له شويه، زدت له شويه الدجاج هكا. بسم الله. واش عندنا؟ عندي بصله متوسطه، حبه حار، يعني هذه اختياري ماشي بسيط. عندي 4 سنينات ثوم، فلفل عكري فيها شويه حار شويه حلو، فلفل كحل، فلفل اسود يعني، نص مغرفه تاع لاتاي، ومغرفه تاع ماكله تاع طوماطيش تاع الحب تاع البطل. هنا عندي حبه طوماطيش كبيره رابيدها، والعدس درت نص كاس او كي تنفخ ولا لي ديفلوبا، يعني زاد تضاعف الحجم تاعو. وانا عندي طماطم مجففه يتتبع، عندي ملعقه قر شمختها في شويه الماء. تقدروا تقطعوها صغيره صغيره ولا ترميوها هكا في لاصوص، تعطي النكهه تاعها هايله. هذيك عندي هكا شويه دجاج، وهنا عندي سميد باش نديرو هذيك. حنا نقولو تيم قطفت يعني اكله تقليديه، والملح والماء. دوك نجوز لهيكا نديرو كاع هادو، شوفوا معايا انا حطيت شويه الماء في القدره، نجوزو لهيكا فوق النار. هذه باش نشويها برك نشبح بها، يعني تحبوا ديروها داخل لاصوص، تحبوا تنحيوها تشبحوها على فان، تحبوا ديروا هذاك الفلفل الاحمر يابس حار. بصح انا عندي وليدي شويه ديليكا في الماكله، على بها ما درتهاش. وما نعممو هادو تقاليد كاع يديروا هذيك الفلفله حمراء يابسه ناشفه. دوك نجوزو ليكا ليك قدرة تاعي تاع الطين. انا درت شويه الماء فيها، حطيتها بلا عقل، سخنت شويه. دوك حنرمي الدجاج تاعي لداخل هكا، يعني تحبوا ما ديروش ما ديروش، انا ضفت لهم باش يجي يعني بريزونطاب. وما زمان كان يديروا غير بالشحمه والقديد، يديروا ثاني الدجاجه. على كل حاله سما قلت لكم هذه الماكله تقدروا ديروها تاكلوها بالدجاج، تقدروا ديروا نحيو هذا الكوتي هنا. فلفل عكري، فلفل اسود، طماطم تاع البواطا تاع المعلبات، مع البصلة تاعي. بسم الله على بركة الله، نسيت ما قلت بسم الله. بسم الله أوله وآخره. هنا عندي هذاك العدس، شللتو خليتو في الماء. مع الطماطيش تاع الحبة، هكا نزيد شويه، ندير قسم غرفه باك تاع ماكله تاع زيت الزيتون. هكا نزيد الملح، دوك نقص لها ونخليها طيب في غرضها. لو طاح نديرو العجينه تاعنا. هذيك انا قطعت، نسيت ما وريت لكمش هاد الطوماطيش هذيك مجففه، قطعتها كاع بالموس صغير صغير باش تبان لك الكولور غير في كي القطف تاعنا. يعني رشته هذه نقولها لكم بالعربيه، حنا نديروها بالسميد ونقطعوها بيدينا. هاي لي نخليها هكا، ندوزو للعجينه تاعنا. هنا درت شويه ملح، هنا عندي سميد رقيق لي يعجن، لازم لي يعجن شنو تطحن لكم داخل، ما ديروني الفارينه ني والو، هادي ما يخلطولهاش الفارينه، غير السميد
بسم الله نبداو نديرو شويه الماء. وهاد العجينه لازم تكون يابسه مليح مليح، خاطرش ماشي كيما الاخرى تاع اللي نجوزوها في تاع بقلاوه هكا، هذه مختلفه نديروها باليد. كل سقاس كون يبخير، السقاس لهنا ان شاء الله ونا دياوين توذر هاك تزمر هاك يوراونا نكني تمورتنا ان شاء الله. هاكا ندير غير بشويه ونسي ينطم، خاطرش هاكو على بالكم السميد رقيق، كنديرو بالخف يزيد يطلق روحو كيما الفارينة ماشي كيما السميد مويان يتشرب. هدا دوكا نديرو دكونتي ونسي نجمع هدا. كاش كيما اكله تقليديه بزاف هايله، باسكو علاش سي صحي كيما هاد الماكله تاع التقاليد ما نقليوش بزاف، غير اللي يحب يقلي. زمان كانوا يديروا الماء ويديروا الزيت ويطيبوا، ومن داك ما يديروش كاع الزيت حتى وين كيحطوه في المفرد ولا في الطبسي هذيك اللي راح ياكلوا يديروا شويه زيت الزيتون هكا. هاي ليك بعد ما طميتو، هاي ليك كيفاش تجيكم لاباط، هاي ليك دوك نعجنها ها ما نزيدولهاش الماء هكا، دوك غير نعجن فيها يا ربي كاش 8 دقائق. هذا ما كان غير هكذا 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 حتى وين يلحقوا 8 دقائق. انا يا بلا ما نحسب بصح نتوما نعطي لكم بالتفاصيل باش تفهموني باش يدخلوا مليح العلك، على بها رانا نعلكو هاك يعني ماشي نعلكو يعني اسمحوا لي نعجنو باش يدخلوا مليح العلك وما تدوبلناش في الطنجرة تاعنا تاع الطين. هاي ليك حبيباتي كيفاش ولات، يعني تقدروا غير تشوفوا العجينة تاعها ولات ليس، هاي ليك ملساء خلاص سي بون. دوك حنقسمها، بسم الله حنقسمها نقسمها على 4. دوك نشوف اسكو ايه هو مع 4 يكفي هكا، نقسمها على 4 نسي نديرها كاع هكا نطميها. ها هادي ما نديرولهاش الزيت غير هكدا وحدها، وانتوما قولوا لي كيفاش تسميوها هاد الاكله بجهتكم. هنا جهتنا لابتيت كابيلي حنا نسموها اكي مقطف، ولي تعرفها في بلادهم جهة واحدة اخرى كيفاش يسموها، كاين اللي بالك يديروها كاين اللي ما يديروهاش وتجي كاع كيف كيف هكا. نغطيها بالطرشونه لو طن وجيت روحي نجيب الحلال. بسم الله على بركة الله، هاي ليك خرجوا لي قلت لكم 4 هم ليك بهذه 4. دوك حنبسطها نديرو بالفرينة حبيباتي هكا، حلها شويه بيدي زيد شويه فرينة من الفوق هادي قلت لكم نحلوها باليد ماشي كيما تاع لي نديرو رشته تاع ديك تاع البقلاوه تاع الماشينه. هكا نبدا نحل الحل حتى وين نعطيكم السمك تاعها شحال، كل ما نشوفوها تحب تلصق شويه نديرو الفرينه نعاونو روحنا شويه بالفرينه. هانبا
الفازي وقبل على لي كوتي كي بدات تكبر. سمحوا لي برك على هاد لاكوب تاع راهي الدور، كل ما نجي نفيلمي يجي تجي لاكوب تاع تبدا صغري في لاكوب تاع. هاوليك حبيبتي بعد ما كملتها هايلك، ماشي بسيف يعني يجيكم سوسوه مدوره، باسكو حنا نقطعوها من بعد. هايلك الرقه تاعها، هايلك راكو تشوفوها رقيقه بمليح. هايلك دوك نحطها انايا لهيكا، نديها لهيكا للصالون، هايلك نديولها هكا ونزيد حتى نكمل كاع. هايلك راني فرشت لهم هنايا الصالون باش ينشفوا شويه، هايلك درت لهم هكا طراش نتاع الكوزينه. دوك حتى نكمل كاع حبيباتي كاع كيما راهم هذوك اربع خبيزات، ومن بعد نجوزو كيفاش نقطعوها وكيفاش نديرو لها بالموس. هايلك حبيباتي بعد ما ارتاحوا شويه برك لو بون طابت هذيك لاصوص، نحيت هذاك الدجاج زاد غلا شويه، طفيت له ودقتو في الملح. دوك هادو نجوزو لعندهم كيفاش نقطعوهم. بسم الله ندير شويه فرينه، كي تحبوا توجدوهم تقدروا ديروهم ساعه مقبل ساعتين يعني باش يجيكم خير ناشفين هكا البنات. ومن بعد ندير نزيد شويه فرينه، نسيت هكا، ونديرهم على زوج، نزيد تاني نستعين بالفرينه بعد نخيرهم يعني ما هكا نقطع هكا. هاملك هكا ندير شويه فرينه باش ما يتلصقوش بيناتهم باسكو بالخفيين داو. نزيد تانيه ندير بيناتهم مليح فرينه يعني ما تخافوش ما يصالو والو كي نديرو هكا فرينه. هذه أكلة تقليدية هايلة بنينة، نجيب هكا البلونش قد ما تكون عالية خير يعني تعاونكم هكا. دوك درنا شوية هنا باش نشوفو مليح كيفاش نقطع. نزيد شوية الفرينة باش يجي مسيباري بيناتهم، يجيني ساهل كي نقطع. ومن بعد هذيك الفرينه حنطيحوها ما حاش تقعد معاها يعني مع هاد العجينه. هايلك باش نوري لكم برك تشوفوا مليح. ها هو صبه تشوفوا ذكية هكا هكا بالك برك يديكم يجيو كيما لي لامجيلا كيما لي لامجيلا كيما الخوج كيفاش نقولو الزلاميط هكا كيجيو كيما شرشتها كاع هكا. انا مولفه عندك ماشي الكاميرا نقطع بالخف ها هانيك، وكي نديرو هذيك الفاينه كي نديروها كاش ما يتحلو بيناتهم. فهمتوني حبيباتي؟ نزيد شويه باش تزيدو تشوفو مليح. ها ها ندنا شويه هكا على الريف باش يجيني ساهل كي نقطع، ما ندناش للوسط ما نديرش هكذا، ندنا هكا باش يجيني ساهل الخدمه. ها 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 بالك برك يديكم ها هايلك كشتو ما يتلصقوش بيناتهم. هذه هي احنا نقولوا لها تي مقطف. نكمل لكم هذا ومن بعد نكمل وحدي البنات. هاي
هكا. علاش نديرو بزاف؟ كي تقدروا ديروا ثلاثة أربعة فوقهم، دردروا برك شويه هكا الفرينه هايليك هكا هكا، يجيكم شويه طول الفيديو سمحوا لي باش تفهموا بيان، وندير شويه فوق لا بلونش هايليك باش نكملوا بالخف. وهذه تانيت كي نحب نزيد نكمل بالخف الخدمه غادي نزيد نبليه هكا حبيباتي، واش نقطعوا منا باش يجيني ما يتخسرليش في الخدمه هايليك هكا. باش تكملوا بالخف ديروا خمسة ستة هايليك هاكو شتو حبيباتي. دوك نكمل وحدي كي نجي نفورهم، نفور هاد الرشتة تاعي تشوفوها معايا حبيباتي. بعد ما قطعتها كاع كيما الرشتة هاكو شتو معايا هايليك هايليك كيفاش خرجت هكا هكا. حنا نديروها جهتنا وكما على باليش كل واحد كيفاش يدير التقاليد تاعو. دوك واش درت هنايا، درت الكسكاس تاعي دهنتو كاع بشويه بالزيت، زيت زيتون ولا زيت المائده، دهنتو كاع هكا بيدي. دوك نشد السيار نسير باش يروح له شويه ديك الفرينه، ما نديرهاش كاع على الضربه حبيباتي، نفورو شويه باش نحي كاع هذيك هكا، باش نحي كاع داك الزيت تاع الفرينه كل شدوها باش ما يروحش في لاصوص. انا نفورها قبل ما نديرها في المرقه تاعها هكا. دوك نحط غير هاد شويه يفور نحيه ومن بعد نزيد ثاني كيفور قبل هذا نحيه ومن بعد باش نزيد هذا ثاني على زوج، ما نديروش على الضربه سينو كسلنا هكا حبيباتي. هاي ديك البنات بعد ما فارت لي هكا، نزيد نخليها شويه برك دقيقه ولا نحيها ميم با نص دقيقه. هاي ليك بعد ما فارت لي هاي ليك هكا هكا تجيكم مروعة. ها دوك نزيد تاني نعمر هذا تاني، راني سيرتو هذيك الفرينة كاع هبطها. دوك نزيد ندير غير نصف الكسكاس تاعي، ملحقش ندير كاع كيما وريتكم في هذه شوية برك. هذا دوك نقسمو على زوج، الطفويرة هادي هذا نخليه، هادي تاني تفور وحدها، ها نسيت سويت كي نكمل كاع مع نجوزو نكملو. فوالا بعد ما غلات المرقة تاعي اللي فيها العدس و الطوماطيش اللي طيبتها هنا عمرت لهنا باش نخلط غير واش لي نسحق هكا. هايليك كنتي مقطف نينو، كنتي مقطف القبايل وكلة تقليدية 100%. هايليك هادي دوكا واش حندير، حندير هنا غير واش لي سحقيت، ما حاش نديرها كاع. الاخرى كي ديروا كونتيتي كبيره تيبسوها، ديروا هكا الشاش فوق الطابله ولا طراشن كبار تخليوها تيبس وخبيوها في الساشي كيما اللي تتباع. وشنو اللي تتباع حبيباتي؟ هذيك تاع فرينه، هذه تاع السميد، حنا نديروها في الدار. دوك نشوف باش لازم ندير لها شويه المرقه باش تكون زيت شويه طايلك. هادي نخليها، نخليها تيبس ولا حبيت نزيد غدوه نطيبها، هاي لاصوص كاينه هكا. واحد الماكله الله الله، سورتو كي تشوفوا هاد الطوماطيش هكا لا كولور روج، ماكله الله الله. هكا دوكا تغلي كي طيب شويه كيما نديرو فرميسان ولا باسكو انا فورتها
تزيد تغلي غير شويه باسكو بسميد ما سينو ما تشدش روحها، ما تخليوهاش تبقبق بزاف. نقول لكم شحال شدت لي الوقت. هايليك حبيباتي بعد ما طابت، هايليك تجيكم ثقيله شويه، شغل كي اللي تطلق روحها. هايليك هكا دوك نقدمها لكم ان شاء الله تلقاو في الطبق التقديم. هكا حبيباتي ان شاء الله يعجبكم. هايليك تم قطف تاعي، تقدروا تقولوا لها رشتة، حنا نقولوا لها تم قطف، يعني هكا ان شاء الله تعجبكم هذه تم قطف تاعي. وينايا ان شاء الله كل عام نتوما يلقاكم بخير، يلقانا كاع الجميع بخير، صحة وراحة حبيباتي. هاوليك حبيباتي تم قطف نينو يناير، ان شاء الله هاكون ديتاف كل سكواس كوني بخير. يناير 1970 ان شاء الله هنا ديوين الخير دربا، حيت مورثنا غير وراونا تزمرتنا وادي قول الخير ان شاء الله. ها ثاني يناير كسقانا كندا شون سبا تاسنا لنا كيسنا نون كوني زيت وزمور. ها ثان ها لا مويت ما تشيرس زيت وزمور ويتبنايا الماكلة القبيليه. هاثن هاثن مكي دي تبينا تي ثماثينيو هاثن هكا تستطضى زيدان الله الله شكايتي داربة بسم الله. أما شكيت يلها كل سكوس كوني بخير، خدمتي جام وبرطاجيت أبونيو. إن شاء الله هتعاون الفائدة، صحة وراحة.